اليوم بفضل الله تم توقيع مذكرة التفاهم والاتفاق ما بين وزارة الصحة وما بين مؤسسة أمان فلسطين من أجل إنشاء مستشفى ومركز الصحة النفسية. هذا المركز الذي يحظى بدرجة عالية من الأهمية بفضل الله، مسيرة 4 سنوات من العمل الدؤوب مع مؤسسة أمان ماليزيا تحضيرا وتجهيزا ومتابعة اليوم تثمر من خلال التوقيع على إنشاء المرحلة الأولى من هذه الخدمة وهذه المستشفى. كل الشكر والتقدير لمؤسسة أمان على هذا الدعم المقدر باتجاه احتياجات وزارة الصحة واحتياجات أهلنا الصحية في قطاع غزة. في هذا الإطار نحن سعداء اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة من أجل إنشاء مستشفى للصحة النفسية، وأسميناه المركز الوطني للصحة النفسية أمان، وهذا يخدم جميع أبناء قطاع غزة. سيكون يعني خدمة مركزية لقطاع غزة في الصحة النفسية، وهذا ضروري جداً لأبناء قطاع غزة، وإن شاء الله يعني نرى هذا المشروع قد اكتمل وبدأ يعني يخدم أبناء قطاع غزة.